في بعض الأحيان الوزراء يجيبوننا عن الأسئلة، وفي بعض الأحيان لا يجيبوننا، ربما يتجاوزهم الأمر أو الظروف التي ربما تكون ملمة يعني بالواقع المعاش لا تجعله لا يستطيع الإجابة. وبالتالي مثلا كقطاع التجارة، قطاع التجارة لما سؤال طرح على السيد وزير التجارة عن الفوضى العارمة التي تكتسح سوق السمار، وهو ليس بسوق إنما فوضى، لأنه السوق له قوانين تحكمه وتضبطه، قال بأنه لابد من مدة معينة، وقت محدد من أجل إعادة التنظيم. لا ندري هذه المدة إلى متى ستطول أو تقصر في ظل انتشار أو توسع تلك رقعة الفوضى والاحتكار والمضاربة إلى غير ذلك. وأظن وأعتقد بأن على حسب رد السيد وزير التجارة بأنه هناك يعني دراسة خفية سوف يعلن عنها مستقبلا فيما يخص كل هذه الأسواق الفوضوية، وقد ذكر بالأسماء الولايات التي تم إنشاء فيها أسواق جهوية كورقلة، بشار، عين دفلة، خنشلة أو باتنا. مستقبلا إن شاء الله نتمنى من هذا المنبر أن تعمم على كامل الولايات، لأنه فعلا أصبحت الأسواق الفوضوية تحتكر السوق الجزائرية، ولا أسميها سوق لأنه لا تنظمها أي قوانين، وبالتالي جعلت من هنا بدأ الاحتكار، من هنا بدأت المضاربة، ومن هنا بدأت الفوضى. لابد أيضا من إنشاء بطاقية وطنية تكون يعني يحتكم إليها في الإجراءات المنظمة لعمل التجار في الأسواق وفي غير الأسواق.